شرف بسم الله هو زعيم. يا الله بسم الله. تفضل كمان صملنا هون يا سيد زيدو. شباك عم يقول لك صملنا. لك بصوم خلصني ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. وهلا الخان صار لزيدو مثل ما بدك زعيم. انا رح اثبت الحجه بالطابو وبكره ببعث لك نسخه عنها سيد زيدو. يا ريت تجيبها اليوم لانه الخان صار ملك زيدو. انا ما عاد لي في شيء. بشوف شو بصير معي زعيم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس انا لازم اكتب لك تنازل عنه زعيم. ليه؟ مشان الحي والموت زعيم، مشان الحي والموت. نحن شو حكينا زيدو؟ شو حكينا؟ أمرك أمرك. تعال عندي اليوم على البيت عاوزك. ماشي. لا تنسى شو عم بقلك، الخان صار إلك، شو ما بيطلع منه بتحطه بحسبة السلاح، وخود مصروف بيتك. هلأ الخان صار ملكك، أنت المعلم زيدو. مثل ما قلت لك زيدو، قد ما فيك استور حالك بين الناس لحتى يصير يلي الله بيريده. الله يخلي لي اياك يا زعيم ويمد بعمرك. زعيم انا بدي اسالك، يعني انت ليش مأمن لي كل هالقد؟ عطيتني مالك والخان وهلا تيجي بدك تكتب لي البيت الكبير باسمي، ليش؟ قلت لك ما عندي جواب غير هيك. مو انت قلت انك مثل ابني؟ معناتها أنا مثل أبوك، وأنا متأكد على إنه مالي ما رح يروح غير بالطريق الصحيح. هذا شرف كبير لإلي يا زعيم، الله وكيلك شرف كبير لإلي، برفع فيه راسي قدام كل الناس. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. أنا روحي فداك يا زعيم، الدم بيرخص لك. لازمك شي؟ سلامة روحك يا زعيم. دير بالك على الشغل. أمرك. هذا كل شيء صفيان عنا من اكياس الحنطه يا زعيم. صار لازم نجيب. بكره بنبعث خبر لابو هلال. وجب يا زعيم. يلا عوشي. طيب منكفي بعد ما يخلص الاجتماع، خليك هلا مو محزه تروح على البيت وترجع. امرك يا زعيم. ايه يا جماعه الخير، الصندوق فضي وبدنا نرجع نعبيه. بس ما حلو يفضى زعيم، ما حلو يفضى. وين راحت المصاريف؟ صرفناهم على البيوت المستورة. إيه بس ما شفت شي زعيم، ما شفت شي بعيني راح للبيوت المستورة. إيه مو ضروري تشوف يا ابو محفوظ. شلون يعني مو ضروري؟ مو انا حطيت بالصندوق مثلي مثل غيري. يا ابو محفوظ ما بيجوز نفضح العائلات المستورة، ما بيجوز. وخير الصدقة هي التي لا تعلم اليد اليمنى باليسرى بما انفقت لوجه الله تعالى. شيخي ما اختلفنا، بس كان في بالصندوق شي بكفي العشرين عيلة، وين راحوا؟ العيال يلي بدها مساعدة أكثر من هيك بكتير. طيب ومين هن؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قول ما بدك تدفع وخلصنا. يا سيدي مو شغلة بدي أدفع ما بدي أدفع، بس مو لازم أعرف وين راحت المصاري اللي بالصندوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو شكري من اليوم ورايح انت المسؤول عن كل المساعدات للعيال المحتاجة، وانا رح بعطيك اساميهم كلهم. انا عفيني زعيم لاني مالي قدها. الامانة صعبة، صعبة كتير، واللي بده ياخدها بده يحفظها ويرجعها لاصحابها سالمة. صغيرة يا ابو شكري،
يا جماعة الخير إذا في حدا بيقدر بيشيل هالمسؤولية عني بكون أنا ممنونه. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحمد ذلك تقبل الله ابن عمي منا ومنك صالح الأعمال. حضرت مشان المولد ابن عمي كل شيء تمام، عزمت الكل، ما بقى إلا أنت تعزمي نسوان الحارة. بدنا نعزم فخرية؟ ايه طبعا بدنا نعزمها لأنه أخي جاي. حاضر ابن عمي حاضر. إلهام الله يحن عليك، بدي اياك تجوري على حالك هالكم يوم لبين ما الله يفرج علينا. انا بعرف انك مالك طايقتيها ولا طايقه العيله كلياتها من افع مايل كنتك، بس معليش لك بنت الحلال معليش. اي والله ماني طايقه، اي والله ماني طايقه الارض اللي بتمشي عليها. لكن شو بدي احكي انا؟ بدي احكي انا اللي اخي مدوقني السم لك واعي. ليش عم تبكي فخرية؟ حاكيني فخرية، صاير معك شي؟ عم ببكي على عيشتي. شبه عيشتي؟ ما اجاني اولاد، ما اجاني اولاد. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ملحق على ابوكي؟ شبه ابي؟ لو كان ابني جوزني على عيون الناس كنت عطيتك كل اولادي تربيهم هلا. بس بيضلوا مو اولادي، بيضلوا مو اولادي. مثل اولادك واعز يا فخريه. الله يرحمك يا حفيظه. شو جاب على بالك هلا؟ حديثك معي هو اللي جاب على بالي. لا تقلبي علي المواجع لك فخريه. كل ما بشوف ولد بالطريق بفكر اني اتجوز عليكي، وبرجع ما بعملها مشان خاطرك. فالله يرضى عليك. لما تجيبي لي السيرة انتي بتعرفي انه وجعي اكبر من وجعك. انا اللي بدي حذرك من انك تخون اهل حارتك. لا يا زعيم انتي غلطان، غلطان كتير، مو انا اللي بخون اهل حارتي بنوب. لكان مين وصل الخبر على الكركون عن فرد زيدو؟ مين كان معنا غيرك؟ مين؟ شو هالحكي زعيم؟ اللي معنا كانوا أكثر من واحد، شو نسيت؟ أنت أكثر واحد بيشك فيك. لا يا زعيم الله يسامحك، هي ما حبيتها منك بنوبها. شوف عاصم، يلي كان بيننا وبينك لازم ننساه، هلا خلينا نبدأ من جديد. بس يا زعيم أنا بعد حبسي تغيرت كتير وأنت بتعرف هالشي. بشو تغيرت؟ يعني لا تحاسبوني على أخطاء أبي معاكم، أنا كل وقت عم أحلب معكم صافي وعلى الدغري. بس الحارة كلها مضريت. إيه مو مني، أنا ما دخلني بنوب، أنا كل عمري عم أطلب منكم إنكم تسامحوا لأبي، بس أنتم ما قبلتوا. مرحبا أبو زكي. أهلين وسهلين سيدنا، سعد المساء. طمني كيف أوضاع الحارة؟ على كيفك سيدي والحمد لله، تفرج تمام التمام. هذا حارس جديد لباب الحارة الثاني. نعم. خذوا عمل له فتلة بالحارة وقول له عم أحرسه ورجع لهون. إيه مو على عيني، شرف أخي شرف. ما بطول سيدي ما بطول، شرف سيدي. والله لازم تخلي هذا معك يا زعيم. بكفي أنت جنبي. الله الحامي يا زعيم مو أنا. الله بيسخر عبد العبد. مظبوط، الله بيسخر عبد العبد. يلا بالإذن. الله معك.
كثير علي اذا كتبت لي الخان باسمي ابن عمي. لك كل مالي اليك، ما في شيء بيغلى عليكي. بس شو اللي خلاكي تطلبي مني هالشيء هلا؟ بصراحه اخوك تمام بمالك، وخايفه بعد عمر طويل ياخذ مني كل شيء. ما راح ياخذ شيء فخريه، راح ياخذ يلي له وبس. وهو شو له؟ ما انا مرتك والمال مالك. خلي كل شيء على حاله، مين بيعرف يمكن يموت قبلي هو. او انت فخرية بعد عمر طويل. ما رضي ما رضي. بتحاولي معه لحتى يكتب لك كل شيء باسمك؟ لك ما عاد استرجيت له. ليش خايفة منه؟ مو قصة خوفي. لكن شو؟ خايفة يحس علي. لك على شو بدي حس؟ ما بعرف، صايرة تطليعاته إلي غريبة كتير. اشيلي لي الأفكار من راسك، بكرة بس يودي أهليته رح يقشوا الأخضر واليابس، صدقيني ما رح يتركوا لك مش جمال ابنه. فكري وحاكيني. إيه؟ وليه ما عاد رحت على الخان تبعك ابن عمي؟ الشغل ماشي حلو كتير، مثل ما بدي. مع زيدو؟ إيه نعم. ايه والله يا فخري، الله بعت لي هالشاب من عنده ليريحني باخر عمري. ليكون محاسبه ابنك حتى مسلمه كل شيء ومالك عرفان. والله مثل ابني. يا ريت يكون ابني، يا ريت. يا ريت. والله هالشاب حبيته من كل قلبي. ما بعرف ليش حاسه. شو حاسه ابو حمدي؟ مثل ابني يا فخري، مثل ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخرية. نعم. لا توجعي راسك بشغلي. حاضر. ايه بزيدو والله. أهلين فيك. عبول لحالي الحارة منورة. موجودة. فولاد تازة، شو رأيك بصحن؟ لا ما في داعي. كرام كاستين شاي. بدي اياك تمرق لعند مني على البيت اليوم بالليل، بدي روح أنا وياك مشوار ضروري. لعيونك زيدو لعيونك. يلا السلام عليكم. يلغي الشاي، يلغي الشاي. يلغي يا عمي يلغي. الله معه. والله قلبي ناقصني. طولي بالك باذن الله ما في شيء. رجعي نامي حبيبتي، رجعي نامي. يا ربي دخيلك، يا ربي تستر، يا ربي دخيلك. يعني ما عرفت منين طلع ضرب الرصاص ابو زكي؟ لا والله يا زعيم ما عرفت. يلا بسرعه. شرفوا. كترانين المشاكل عندكم بالحاره يا زعيم. اني مشاكل؟ المشاكل اللي عم تصير هلا كل ما صار في تفنجي بدكم تتهمونا فيها؟ مو هاي الحياة يا عاصم. لا مو هاي الحياة، وانتو عم تتبنونا تبني. يا ابو جوهر
نحن في ناس مستعصدين الله يرضى عليك. اي شو علي؟ معلش ايه حاني ابو زكي. ابو زكي قول حقو. شو هلا ابو جوهر؟ ها انا بعد انا شرفوا سي شرفوا. حرامية زي دول؟ ما بظن. لو كانوا حرامية كانوا سرقوا شيء. هدول فايتين يلوبوا على السلاح. ولادي الحرام. قام هيدا. والله حسيت قلبي قال لي انه زيدو صار له شيء انه جهجه هالضوء قلت بدي اجي واتطمن. قلبي قال لك صح مثل ما قال لي قلبي. ايش يا زيدو؟ امي نرجس عنا اجت تطمن عليك. تطمن علي؟ بايش؟ الحمد لله على سلامتك زيدو. مامي؟ والله ما قالت لي شيء. لكن منو اللي قال لك؟ قلبها امي. قلبها يلي قال لها. ما فهمتها هي. كانت نايمة وفقت على صوت الرصاص قامت حست انه انت صار لك شيء. ايه ما بيساير بسيطة. امي الله يخليك يمسكي من ايدي هالفولات خلينا نسلتهم سخنين وكسرينا بجنب منهم بصلتين. انت ابني على عيني. تسلم لي عيني. اختي ما بدي وصيكي. لا توصي حريص يلي بيصير بهاد البيت ما بيطلع لبرا. نرجس شعلي الببور وعملي لنا كاسة شاي الله يرضى عنك. بفضل رب العالمين اجت برانية زعيم. الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك يا زعيم. هلا شو ساوي زعيم؟ خليك عم تحسس الناس انك مو انت اللي اكل الرصاصة. ماشي اللي بدك اياه. طمني شو صار معكم؟ رب العالمين كرمنا ونفذنا الشباب وقتلنا اثنين من الدورية وهرب الباقي. الله محيي الرجال. ظني ما خاب فيك من اول ما شفتك. نحن رجالك يا زعيم وان شاء الله نكون قد الحمل. ومشان الخان تبين على انه فايتين ومخربين ومو سارقين شيء. ترجم لي اياها لشوف. بس بدي اعرف مين اللي مستقصدك بهالحاره بالذات. انا مالي اعداء زعيم. لا في مين انت ومين علقت بالحاره زيدو؟ مع عبود والبري. عبود والبري؟ ايه شو يعني زعيم؟ لا تأمن لحدا زيدو. طيب ليش لحتى يعملها واحد منهم زعيم؟ يمكن من العلقة اللي علقتها معهم. شي هلا مشان علقة يقتلوني؟ الواطي مشان كلمة بيقتلوا. آخر مرة عم نبهرك إذا بدك مني شي تعال لي إياه بوشي بوشي. قلت لك كتير وانت ما عم تساوي اللي بدي اياه. هات من الاخر لشوف شو بدك. بدي الخام بالرزق اللي فيه. بدك تمردني على حياة عيني؟ انا مو هيك وانت بتعرف، بس انا عم بريك قدام ربك من ورثة ابوك اللي حرمتني منها. لساتك مالك مصدق اني انا شاري الخال من حرمالي وابوك ماله في شيء؟ شلون؟ وضح لي لشوف منين جبت مصاري. اليوم تعال عندي على البيت بفهمك كل شيء. أنا بيتك ما بدوسه. إذا بدك تحاكيني حاكيني قدام عضوات الحارة كلياتهم وجيب شهود. يا عيب الشو عليك يا أخي. يا عيب الشو. العيب على اللي بيساوي العيب، والعيب أنت اللي عملته. إيه أنت أخي قبل ما تتكرم على الناس وتعمل زعيم رجع للناس حقوقها. مو هيك؟ قبل ما تصير بديار الحق. طلع لبرا طلع لبرا. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلين عمي. خد عمي شكري هاي نقطة الصبي هدية مني إلك دكان سوق الحميدية. مشكور عمي والله يقدرنا على ردة يا رب. ما بدي اياك تردها هي خص نص إلك. شرف على الصدر زعيم. الله يطول بعمرك.
السلام عليكم. السلام عليكم. دكانة سوق الحميدية؟ ما بيغلى عليه شي يا فخرية. إيه ما قلنا لا، بس مو الدكانة. شو بدي نقطه؟ مثل ما أنا نقطت بنتخي 5 ليرات ذهب. كمان 5 عصمليات مو قلالة يا فخرية. اي بس مو دكانة سوق الحميدية. هيك طلع معي. صاير كريم على غيري. أنا طلبت منك تكتب لي الخان، استكترته علي. الخان حقه هديك الحسبة فخرية. والله عرفاني إنك رح تحكي هالحكي، لأني قليلة عندك أنا. أنت مالك بحاجة حدا. معك مصاري ليوم المصاري، عندك حقك من أرض أبوك، خديها من أخوك عاصم. ما بدنا منه شي. بكرة بترجع له حجة الدكان وبتقول له كتر خيرك. ايه امرك يا بي. دكان فكره يسكتني عن حقي بالخان. من عمي لا ترجعه، واعتبره دفعة صغيرة من حقك بالخان. لا هيك احسان، لكان مشان ما اخجل قدامه. مثل ما بده. حاسبها، قال لحاله هسه الدمع البدي. يا عالمين يا عالمين. إذا ما بدك إياها للدكانة أنا باخدها. مو أنا اللي ما بدي إياها للدكانة، أبي اللي ما بدي إياها وبدي رجعها لعمي. رزقه وإجت لعنا نرفسها؟ ما بعرف، ما بعرف ليش أبي هيك عم يعمل. هاي نقوط ابني عاصم، مو من حق أبوك يرجعها. ما بدك تكسر صفرة ابن عمي؟ كسرتي لي اياها امبارح بنت عمي. زعلان مني تقبرني؟ اذا قلت لك لا بكون عم كذب. شان الله تسامحني ابن عمي، سامحني. الله يسامحك يا فخريه، لا بقى تعيديها. امرك امرك، قعد لحط لك تاكل. هلا مالي جوعان، حابب اكسر الصفرة بالمضافه، صعم فول من عند عوض. صحتين وهنا ان شاء الله. ابن عمي انا رايحه لبيت اخي. ومن امتك انت تاخدي اذني؟ ما انا اعطيك الصلاحيه وين ما بدك تروحي وين ما بدك تجي. الله يخلي لي اياك يا تاج راسي. مع السلامه تقبرني. عفوا الله معموره الله معموره. تفضل. شو يا عمي؟ حجة دكانة سوق الحميدية. أبوك قال لك رجع لي إياها؟ سلام عليكم. لو طلع بإيدي جيبك من حارة أبو مرعي ما كنت قصرت، بس أنت الحق عليك. بشو الحق علي؟ أنت ما كان لازم تطلع من الأصل من الحارة. ما بتعرف عبود شو عمل فينا؟ بعرف، بس ما كان لازم تطلع من الحارة لا أنت ولا ابنك. الولد غالي أو شكري، الله يرحم ابنك عزه. تعيش. ما شنوي اللي قتله؟ ما سمعت عنه شيء من يوم ما كمشوه هو وصاحبه. بإذن الله مشنوق هو وصاحبه. سلمنا أمرنا إلى الله. يا أنا وأخي مختلفين شوي، بس مالي زعلان منه، لا قلبي ماله زعلان منه بنوب. وهو كمان هو هيك، لأنه شغلة صغيرة وبتنحل وبتعرفها. شو هي؟ شغلة الخان. دي سألك أبو طاهر، أنت شو بتعرف عن قصة الخان؟ والله اللي بعرفه أن الخان لأخوك اشتراه من حر ماله، وأنا كنت شاهد على شرفته. منين جاب حقه؟ هذا سؤال تسأل عياله. إيوة. السلام عليكم. أهلين أبي. أهلين عليك. اللي أبي شو في؟ ما في شي أبي، سلامتك. شوف ابني، بدكم تتحملوا شوي لبين ما تنحل القصة بينك وبين عبود، وإن شاء الله تنحل على خير. إن شاء الله. ماشي. بدكم شي ناقصكم شي؟ الزعيم كفى ووفى يا أبو شكري. ماشي. اسمحوا لي أنا. قاعدين. ما بينمل. بالإذن منكم. وخذ له طريق. حاضر يا أبي. تفضل. يلا. يلا يلا. شرف.
طيب شو صار بكاسة الشاي يا كرام؟ يلا عواطف هي كاسة شاي شو صار؟ يلا يلا شوف يا العالم يلا يلا كسر ايدك يا علي بالشرف يا علي شو صاير؟ أهلين زعيم الدرك تحكى شو بالنسوان؟ ليك الكلاب ليك؟ ايه والله واكلوا نصيب ولا شلحناه البواريد هاتوا السلع والحقوني عمرك زعيم شيك شيك يلا يا شباب الله يعطيكم العافية شيك محفوظ يلا عواص شو صار معاه؟ تخنيت أبو صالح مو هيك؟ ايه والله يا أبو شكري شرف أبو شكري شرف شرف شكري يعطيكم العافية روحوا على شغلكم يا أمرك سعيد الله يحميكم الله يسلم عليكم الله يديم عليكم السلام عليكم الله معكم الله معكم تفضلوا أما شو قشطنا لك ياهن قتلي للدرك حشك ولبك ومو بس هيك كمان قشطناهن السلاح كمان لك يا عيني عليكم أخ أخ لو كنت هون بس طيب السلاح وين راح عند الزعيم عبود وينو عبود شفتوا العبود عبود ما شفته اليوم لك ابو صياح شفته العبود والله ما شفته لك وين راح الزلمه لا حلو طيب صبحي وينه صبحي من شوي كان هون شرب 10 كاسات شاي وارجيله وما دفع حقهم 10 كاسات شاي ايه 10 كاسات شاي ومين بده يدفع حقه رماها على عبود قال هو بيدفع له الحساب بيفهم اخي شو بدي لك اذا على عبود عبود دفيه على كيفه هاي الارجيله وكاسه الشاي واللي بعدها واللي بعدها ضيفهم على عبود كمان بري نلا من هون والله ما بعرف اللي عملناه صح ولا لا على ليلة اي شي بيدنا بيكون ملكنا نقدر نتصرف فيه مثل ما بدنا لك لك ابو دعاس الدم مانو سهل طول عمرنا هربانين منه وكنا رح ننشنق من شانه ليش الهريبة اللي نحن فيها احسن يعني كيف كفو زفت فيد انه سولداء ماذا فعلتم بجنودنا ضربناهم لانه اتعدوا على حريمنا Ils les avaient frappés parce qu'ils ont dérangé leurs femmes. Nos soldats ne font jamais ça. ولكن جنودنا الشرفاء لا يفعلون ذلك. نحن ما بنتعدى على حدا فايت على حارتنا. أما اللي بده يترسل ما منطالعه عايش. Ils vont tuer le mauvais gens. Vous allez les tuer? ستقتلونهم؟ إيه. نقتلون. Oui, ils vont le tuer. ليك نحن شرفنا اغلى من روحنا واللي بيقرب على شرفنا بس امه ما ولدته. Ils vont protéger leur honneur. اي سلاحكم خدوه بس ثاني مره ما راح نرجع لكم اياه لا هو ولا اللي عامله اعطوهم اياه. يلا فضوا بقى كل واحد يروح على شغله يلا الله بحييك يا زعيم شرف الفوز تاكل لك اليدين يلا يلا راجي يا اخي شو الزعيم والله عاجبني الله يحمينا يا امين طب صعيب وين كنت انت من الصبح عم بسال عنا عم دور على عبود عبود ليش وينو عبود ليش بعرفني من الصبح عم دور علينا لكن لا تهكل همه بيكون غاطط له شي غطه ولا بينبز قدامنا شباب ما تعال ما خرج بري ما خرج علي حساب هون على القهوة ولهلا ما معي اعطيهم خاطرة تعال هو وشكلك مو بتغدي بتغدي؟ لا والله هلا بدفع لك حساب القهوة وبخلي كرم يجيب لنا أحلى غدا ويخدم شواربا عود كتر خيرك بري ولو نحن أخوات وعز والله على حسابك لا يا فايز أنا ما غلطت ما غلطت أبدا لما أعطيته السلاح ليش زعيم ليش؟ لأنه كانوا رح ياخدوا السلاح منا بالقوة ويبلونا بلوي إلى أول ما لآخر بلوي شو زعيم؟ يا أبو فايز لو الزعيم ما عطاهم السلاح كانوا سنقلونا كلياتنا على القلعة وكانوا نبشوا الحارة بيت بيت من ساسة لراسة يا لطيف يا لطيف الله يستر اي والله الله يستر يلي بيفوت على بلد مو بلده وبيقتل ناسا بيعمل أكتر من هيك معلوم يا زعيم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام مالن عرفانين انه هذا كان طعم لحتى يلقطوا السلاح اللي عندنا ده كان
معلوم يا زعيم. ومتيسر على الخان زيدو. يلا السلام عليكم. بيت ابو جابر بتنكتونا كد، ما بتخلوا غرض على غرض. شاكك بشي حصل بيك؟ ايه، واذا شفتوا شغله هيك ولا هيك دغري بتيجوا بتخبروني. ايه شو علي بامرك يعني؟ خد لهم طريق وراي. يلا الحارة هادي وما فيها شيء. ليش زيدو مشغول باله؟ ما عم بعرف. فوتوا على بيت ابو جابر على هالسي مثل ما فهمتكن. ها مالك جاي مع منا؟ لك لا انا بدي اقابلكم الحارة هون. يلا 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 تعاس. والله لروقكم احلى رواق انت وياه. ومين قال لك نحن مرايقين؟ يعني والله يوم ما نشوفك بنكون اخر رواق بس بدنا بضاك. وين نحط البواريد عاصم بيك؟ تاخذون على مضافة الزعيم وبوشكن على الارض دغري. يلا امرك يا بيك. سلام عليك. يلا دعاس. سلام بري. بتنطلع عند رجب خليه يبلغوا لابو جوهر على الحارك. يلا قسم والو مسيو كومندان. فيت فيت. بونجور مسيو كومندان. دي اخا جاب دامني لو زعيم بوغ اوفرير لو شامبر. وي مسيو. اسمع رجب، انت بروح بجيب زعيم بيفتح مضافة. امرك سيدي. انت وانت وانت تحرك باو. يلا تحركوا معي. زيدو زيدو لك زيدو. عم يفتشوا مضافة الزعيم. شو هالحكي لك؟ الله وخيلك. شلون يعني؟ وين اخذوا الضن؟ وين اخذوا الضن؟ الزعيم ما له علاقة بكل القصة. خلاص زيدو. السلاح كله الي يلي بالمضافة. وين المواقف؟ يا زعيم يا زعيم يا زعيم نحن كنا معك يا زعيم. حفيديك معنا يا زعيم يا زعيم. امشي زيدو امشي امشي. لما الباب مفتوح امروا اولاد الحرم. شو في زيدو؟ في حدا اخذ السلاح من هون وحطه بالمضافه. رحمه. وليش ليحطهم بالمضافه خص نص؟ مبينه مثل عين الشمس. مستقصدينه للزعيم لك عوض. مستقصدينه للزعيم. يا حيف عليك يا زيدو يا حيف عليك. كان لازم اقول انه انا اللي اخذت السلاح وحطيته بالمضافه. لا منيح اللي ما عملت هيك. علم الله كنت رح تشنق فيها. الزعيم الا ما يدبر حاله. لك مين هو؟
مينو هذا اللي اخذهم العوام؟ مينو هذا؟ واحد ابن حرام مصفى. نحن لازم نروح قبل ما حدا يحس علينا. قوم زيدو. لك يلا امي خلصني. ولي على قامتي عليك يا ابن عمي، ولي على قامتي عليك. لك شو جاب سلاح لعنده؟ شو جاب سلاح؟ اخي سلاح مو سلاح، بوس ايدك طالع لي اياه بكره. رح حاول اعمل جهدي، بس ويني؟ والله خايف يروح فيها الزلمه. لك بوس ايدك اخي، بوس ايدك، خلي لك اولادك طالع لي. يا اختي انا ما قلت لك انك تنصحيه ما يحط ايده بشغله السلاح، قلت لك لما ما قلت لك. لك انا شو عرفني انه عم يشتغل بسلاح؟ شو عرفني؟ شو عرفني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. منين جتنا المصيبه يا رب؟ منين؟ الله يخلي لك اولادك اخي، بوس ايدك. رح شوف شو بدي اعمل، رح شوف. انت روقي، خلاص خلاص رح شوف. تصبح على خير. فعلا حرام اللي صار مع الزعيم. الزعيم كبير بعقله وقدره، اللي عمله اليوم ما حدا بيعمله. ليش شو عمل؟ حمل التهمة لحاله وما ورط حدا من اهل حارته. يا رب حرمتني من الاولاد، لا تحرمني من جوزي يا رب. يا رب دخيلك خلصه من بين ايديهم يا رب. انت اللي قادر على كل شيء يا رب. دخيل شو رح تساوي ابن عمي؟ بشو شو بدي ساوي؟ مشان اخوك. شو ساوي يعني؟ اترك له بنتي بسجن الحبوس وروح دور عليه وين اخدينه؟ سلاح؟ سلاح حكومي هاد؟ مو شبرية، سكينة، خنجر؟ والله عامل لي زعيم وما له قد الزعامة. الله يصلحه. الله يصلحه؟ ماشي نورجيه من هلا ورايح هو وغيره. ورجيهم ابو شكري جديد، لسا لا سمعوا عنه ولا شافوا مثله بنوب. انا لكم يا حارة الكبادة يا طواحين الشر، لورجيكم شلون بينتحن الصوان. الله اخي طالع لي اياه من الحبس مشان الله. لك شلون اختي؟ شلون؟ شوف اصحابك اللي كانوا بالحكم دارية اكيد بيقدروا يساعدوك. لا حول الله. لك مين بده يحط ايده بهيك عملة عملها جوزك؟ امين يا والله بيسحبوه معه على المشنقة. ولي على قابتي. شغلته كبيرة لك اختي، شغلته كبيرة كتير. ادفع لهم قد ما بدهم مصاري اخي. لك شو ادفع له مصاري؟ ولك هي شغلة فيها مشنقة، مشنقة. طالعوا مثل ما طلع طاهر. لا، طاهر دفع 50 ذهبي لرئيس الكراكون. وأنا مستعد أدفع 200 ذهبي أخي. لك شو 200 وما 200؟ إي والله مشكلة جوزك ما بتحل خابية الذهب. حاول أخي مشان الله. لا حول الله، والله ما بعرف شو بدي أقول لك، ما بعرف. أخي بوس إيدك حاول، الله يخلي لي إياك. طيب طيب، بدي أشوف في واحد ما كان هيك بلكي بيوافق يساعده لجوزك، ما بعرف. ايه اخي الله يخليك، روح بسرعة قبل ما يحاكموا. قوم هلا روح بسرعة. لا حول الله، على هالمصايب نزلوها فوق راسي. رايح. انا امبارحة موس على ابو مرعي. شو الحكيات؟ والله هيك عم بيحكوا بالحارة يا جبت. انا من وقت ما جبت عيلة ابو طاهر لعنا على الحارة ما هوبت على حارته منه. لكن مين بوصلك زيدو؟ مين؟ شو بيعرفني؟ خليه يروح يبحبش يسأل مين معاذير غيري. طب وعيت ابو طاهر؟ انا هلا منك عم بدرى انه هو مستحل البيت. سلام عليكم. اهلا ابو شكري. سلام. اهلين عم يا ابو شكري. خير؟ شو جاي تعمل هون؟ حكي لي. شو ما عم تسمع؟ عم بسألك شو جاي تعمل هون؟ والله قاعد بمضافة الزعيم اخوك. أنا هلا هون الزعيم. إيه. ليش لا؟ وما عاد بدي أشوفك هون. لا لا لا.
عادل اهوت ابو صالح. اللي عم يا ابو شكري؟ من هلا ورايح اسمي الزعيم ابو شكري. امرك روح جيب لي صبحي على السريع. تأمر زعيم. شو ابو صالح؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ لك بهدلتني وبهدلت اخوك ومرت اخوك والعيلة كلها. مشيت دامعة؟ مشيت دامعة؟ مشيت طالعه من الحبس هوا؟ يا بي كرمال الله حسد ربني قدام الخلق. لك انت مو بدك طلب بدك شخد على البلوعة. مشيت دامعة؟ مشيت. يلا شباب خلصت خلص خلصت. لازم ابو طاهر يعرف انه ابو مرعب سرق له بيته. بس ما كنا متأكدين. وهلا تأكدنا. ومن شان هذا زيدو لازم نبعده عن الحارة ونهدي الحالة مع أبو مرعي، لأنه ما بدنا نعمل مشاكل مع جيران حارتنا من تحت رأسه. إيه اللي بدك يا ساوي عادل. اللي زعيم وينه صبحي؟ راح مع أبوي يتنازل عن الشكوى. منيح، روح نادي لي لأبو طاهر على السريع. صار يا زعيم. ولدك صبحي رح يتنازل عن الشكوى؟ بده يتنازل بس رح راسه. مين غريمك يا زعيم؟ مين؟ ولك مين وهالعوايني اللي عم يخبر عنك مين؟ بين عواط. شو بنساوي؟ والله يا عواط باينتو في واحد عم يشلي علينا، وإذا ما مسكناه رح نروح فيها كلياتنا، مو بس الرجال والعريم كمان. زيدو يلي بدك اياه بيصير، وأنا من إيدك هي لإيدك هي. والله محيي البطن اللي عملها لك عواط. انت عرفان؟ شبكي ليش قلبي وشك؟ ما بتعرفي ليش يا فخرية خانم؟ ما بتعرفي ليش؟ شو بيعرفني؟ رجعي لي يلي سرقتيهم من بيتي. شو عم تحكي انت؟ رجعي لي يلي سرقتيهم من بيتي. وانا شو سرقت لك؟ ديارة ابني والخرز الزرقاء والعقيقة تبعه. لك شو عم تحكي انت؟ لهون وبس يا فخرية، ها؟ لهون وبس، ها؟ لك انا مالي حرامية ومالي سرقت لك شيء. اكيد مو انت يلي رحتي وسرقتيهم. يلي فاتوا على بيتي سرقوهم مشانك. لك انت شو عم تخرفي؟ شو عم تخرفي اه؟ شوفي فخرية، إذا أخذتيهم مني وفكرك تغطي على فضيحتك بتكوني غلطانة، غلطانة كتير، لأني أنا والله العظيم والله العظيم من دونهم بقدر افضح شغلتك كلها. خلصنا بقى يا شو هالحكي الفاضي؟ بدي اياهم، سمعاني؟ ولا اخر مره عم قلك لا تلعبي معي فخريه، لانك ما بتلقي خراميشي. ها انا ما عندي شيء من اللي عم تحكي عنه ولا سرقت لك شيء. تصطفلي وذنبك على جنبك يا فخريه، خاطرك. ليش بدك تشوفي الزعيم ميمي؟ في إلي عنده طلب. شو هو الطلب؟ طلب أمي طلب. إيه فهمت عليكي ميمي، بس شو هو؟ في عائلة مستورة وبدي منه يساعدها. هي بسيطة أنا بلو عليها. لا أنت لا. شلون أنا لا؟ قصدي أنا بدي أحكي معه وش لوش. إيه بس ميمي شو؟ غيران على أمك من الزعيم يعني؟ لا مو هيك قصدي مامي يعني. خلاص امي انت روح لعند الزعيم وقل له انه امي بكره الصبح بدها تجي لعندك وتشوفك ببيتك بوجود الست فخرية. ماشي ماشي ماشي. مين كان على الباب؟ زيدو. شو بده؟ عم بيقول انه امه لازم تشوفني. وما قال لك شو بدها؟ خرب بيتك يا وفيقة، شو بدك؟
ولي عليك يا فخرية، ولي عليك يا فخرية. يفاتوا على بيتي، سرقوا لي كل يلي كنت مخبيتهم عندي من زمان، من لما كنت ساكنة عندكم بالحارة يا زعيم. شو انسرق من بيتك يا ست مزيدو؟ خرزة زرقاء وعقيقة ملبسة بالذهب، وهدول كتير كتير غاليين علي، ويا ريت يرجعوا لي اليوم لأنه قلبي متقطع عليهم، والله قلبي محروق عليهم، وإذا ما رجعوا لي رح بزعل كتير كتير يا زعيم. وشو انسرق لك كمان؟ 5 ليرات ذهب كنت مخبيتهم لجوز ابني زيدو فيهم. شو المطلوب مني؟ بدي جوز ابني زيدو، وبدي اياك تتكفل بجوازته من بابا لمحرابه. وليش انا يا ست ام زيدو؟ لانك وحياة عينك رح يصير اللي بدك اياه، واللي بتطلبيه رح تنولي. الله يخلي لي اياك يا فخريه خانم، يا كريمه، يا بنت الكرمه. وانت الله يخلي لي اياك يا ست ام زيدو، وحياة عينك ريح يتجوز ابنك احلى جوازه، مو هيك ابن عمي؟ تكرم عينك يا ست ام زيدو، جوازة زيدو علي انا من بابا لمحرابه، ولا تاخدي مني الا احلى جوازي. الله يطول عمرك يا زعيم، ويديمك فوق راسنا يا حق، ويخلينا ياك يا ست ام زيدو. بس امتى يا زعيم؟ اليوم، اليوم من كل بنت اليوم. فخرية، شو اليوم يا فخرية؟ إيه يعني اليوم ابن عمي تروح تشوف له العروس اللي بده اياها، وتترك الباقي علينا، نحن كل شيء بنتكفل فيه. على بركة الله، على بركة الله. الله معك يا زعيم، الله معك، الله معك. شو فخرية؟ روحي وانا لاحقتك، روحي على اكيد ها؟ اكيد اكيد ها؟ لك والله اكيد روحي. يلا خاطري. لك تعرفي لو ما جبتيهم كنت بدي انشر كل اللي مخبر، سمعاني؟ كل اللي مخبر. تعمليها وفيقة؟ والله يلي بده يفوت على بيتي ويسرقني بعملها، ليش لحتى ما اعملها؟ خلص ما عاد تنعاد، المهم ما يطلع شي لبرا. اذا بتضلي مريحتي لي راسي انا بقطش لساني عنك، فهمتي؟ بقطشه. مثل ما بدك بيصير، خاطرك. مع السلامة والقلب داعيلي. الله معك. سكري الباب وراك. عم يبكي وعم بدي اشوفه ليش عم يبكي. بعد عنه شو بدي اقول بس؟ يا حرام عليك وفيقة، على حب النبي حاجة تذكريني، والله ما كان بدي وما كنت عارفان انه عاصم بده يعني يقتلك. ما كنت عارفان وانت خنقتها بايدك. يا ريتني متت وما قتلتها. لك ليش؟ لك ليش قتلتها؟ لك شلون طاوعك قلبك؟ الله يلعن ابو الطمع يا وفيقة، الله يلعن ابو الطمع، والله ساعد غفلة. ساعد غفلة؟ لك روح، لك روح، الله لا يسامحكم، لك الله لا يسامحكم كلكم. وفيقة مشان الله ولا كلمة، بس بدي افهم وقت يكبر إلك عين تطلع فيه؟ وفينك يا ترى بس يكبر تطلع فيه وبتقول له انا اللي قتلت امك؟ فينك؟ وفيقة ساعديني كفر عن غلطتي، وخليني ربيه وكون ابوه وحطه بعيوني. والله ماني عارفاني شو بدي اقول لك، حاسستك غير الشخص اللي كنت بعرفه من زمان. روح الله يسامحك. سامحيني يا وفيقة، مشان الله سامحيني. الله يسامحك، يسامحك دنيا وآخرة. وعلي عملنا
لازم ترجعي لي اياهم. ما لازم، هيك رح تنزعي لنا الشغل وننكشي. قلت لك هددتني قدام جوزي، قدام جوزي. لو كان تجي لعندي وبتحاكيني رح طق منها ومن عيشتها هون بالحاره. رح طق. هدي اختي هدي، الله يرضى عليكي. ليك عاصي، ما انا ما عاد فيني اتحملها بنوبها بنوب. حول ولا قوه الا بالله. اختي عم اقول لك هدي واتركي الموضوع علي. شو قلنا؟ حاضر. هلا مشان هيك مهزوز بدنك فخرية خانو؟ شلون ما بدك ياي نهز بدنها؟ عم تشوف قدامها مال جوزة عم ينبحت يمين وشمال وما قدرانة تعمل شي. وهو ليش ليبيع مال كاناته؟ ليش ليوزع مصاري على حياة عينه؟ لك قلت لك اتخانق هو واخوه ابو شكري مشان الورتة تبع ابوه. هلا اتذكر هداك الافندي حاصصه على الورتة. يبعت لحمة المصاري، يبعت لحمة. قومي قومي، دايرة تحسين خلي يجي يسلم على عمته. قومي قايمي. ايه اختي انتي روقي وما راح يصير للي بدك يا. اخ يا عاصم، اخ خلص اختي خلص روقي. انا بخلص شغلي وبنروح لعندك. بعدين نيني لا تفوتي مرة تانية هيك مبعودة مثل الأباوي، والله راح تفضحينا. دخيلك يا عاصم، لا تتأخر علي. كابوس قاعد على صدري كابوس. راح أفكر لك شو لازم نساوي بجي لعندك بحكي. لا ليش لا؟ انت الثاني ومن هون سرعة. مرحبا عمي الزعيم. ما عرفني عمي؟ ما انا ابن رفيقك سليم الجزماتي. مين خلف ما مات؟ اسمعني منيح عمي، اليوم انت راجع حارتك ويلي سجنك نفسه رح يطالعك. هو اقرب الناس لإلك. مين هو؟ عاصم اخو حرمتك. Nous avons maintenant compris le but d'obtenir les armes chez vous. سيادة الكومندان بده يتأسف منك لأنه عم يقول لك إنه هو عرف ليش الأسلحة عندك زعيم. ليش؟ لأنه يعني مستحيل يكون حدا هيك حاطط السلاح أشكره إلا إذا كان بده يورطك فيه. يعني كانت مقصودة؟ أي نعم زعيم، أي نعم كانت مقصودة. ما تيروا على حارتك وشوف مين اللي كان بده يورطك مشان تقلعوا منها. إذا بتسمح تقله للكومندان إنه الزعيم بيتشكرك لأنك فهمت إنها كانت مقصودة. إيه وصل وصل زعيم، خلاص أنت هلا حمل حالك روح تيسر على بيتك وعلى حارتك. يلا الله معك، مع السلامة. الحالة يا ناس، الكبير رجع، لك الزعيم رجع. زعيم تعال سلموا على الزعيم. على السلامة يا زعيم. على السلامة. سلموا على الزعيم. الحمد لله على السلامة. زيدو زيدو الزعيم بعيدا ما بنسى عيونك يا ابو زكي. الحمد لله على سلامتك يا زعيم. الزعيم رجع يا الحارة. الزعيم رجع يا الحارة. يا اهل الحارة الزعيم رجع على الحارة. الحمد لله على السلامة يا ابن عمي. ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله اللي رجعت لي سالم. والله حياتي بدونك ما بتسوى شي، تقبرني. الله يسلمك. الله لا يحرمني اياك يا حب. الله يرحمك يا بي، لو كان لساته عايش كان رجعهم على الحبس ووقف بوشهم. هالحكي هلا ما عاد ينفع. وليش بقى؟ لانه انفعتوا على الحاره غصب عن صغيره وكبيره. ولي على قامتي على الحكي؟ ولي على قامتنا كلياتنا اذا ضلوا بالحاره. يلي صار يا جماعه الخير انه اهل السرايا حققوا معي مشان موضوع السلاحي اللي لقوه عندي بالمضافي. وانا قلت لهم انه هذا السلاح مو الي وما بعرف منين اجى. واقتنعوا منك زعيم؟ طبعا اقتنعوا، وليكني طلعت قدامكم. والله عجيبه، ما
معقولة أبو شكري؟ عجيبة لك مو عجيبة، ما بتصدق إنه يعملوها. ليكني طلعت هي أنا قدامكم، ليكني الحمد لله. الله يبارك فيك يا زعيم. الله يبارك فيك يا عاصم، إن شاء الله ما حدا بيشوفها منكم. بعد إذنك زعيم، بدي شق على أختي شوف إذا عاوز شيء. خذ راحتك، خذ راحتك. بالإذن يا جماعة. تفضل إذنك معك. معك عاصم بيك. اللولي شلون طلع أبو كاسر وأبو دعاس من الحبس؟ براءة زعيم، براءة. براءة؟ ما حسينا لو دافشين علينا الباب وفاتوا زعيم. صغيرة صغيرة، رح يرجعوا على القلعة. لا تهكى الهم بشكري. صدقتي أختي؟ صدقت أخي، الله يخلي لي إياك ويديمك فوق راسي يا حق. بقول لك مرة تانية، ما بدي تحكي ولا كلمة للزعيم، مفهومة؟ ما رح أحكي شي بنوتنو أختي، مشان شي، مشان سلامته لجوزك. حاضر أخي حاضر. عم يلعب كل قتلة واسكت له عاصم بي. ولك أنا ما عم أقول لك كل قتلة واسكت له، أنا بدي الحق كله يصير عليه لحتى أقدر ألعم الحارة على الآخر. حلو، طيب شو نعمل نحنا؟ تهرب من وشه يا باطي، يا باطي. أبو دعاس بده يهرب. لك بطلك أبو ملعون يفشنيعك، مو بس بتهرب من قدامه وبتعمل حالك خايف كمان. لك موقت يا بهين، بعدين لكل حادث حديث. بس يا عاصم خلصنا أبو دعاس ولعي إن شاء الله. شوف المعلم شو بده بتساوي. ليك أنت صدقت إنه هن طالعوني هيك من جونه؟ في حدا بده يتهمني بالسلاح؟ لا ما صدقت زعيم، لأنه هنن عاملين طعم ليعرفوا وين بقيت السلاح. دير بالك من كل الناس وعلى راسهم عاصم. لشو عامل عاصم؟ لأنه هو اللي حبسني وهو اللي طالعني. شلون زعيم؟ هيك قالوا لي من جوات السرايا. معناتها هو اللي نقل السلاح من بيت أبو جابر على المضافة، وهو الداسوس علينا زيدو. أنا زعيم لازم أحكي لك كل شيء صار بالحارة بغيابك، بس هلأ لازم أتركك مشان ترتاح. بكرة بكير تعال عندي. مشي. ومن الليلة دير بالك من أبو كاسر وأبو دعاس، من البري ومن عاصم كمان. أسدي احترامي سيدي. احترامي سيدي، ما هيك لك الله لا يوفقك. ليه سيدي شو عملت هذا المؤاخذة؟ تارك الحارة فلتاني؟ فلتاني؟ منين فلتاني سيدي؟ خلصنا عم زكي، خلصنا. كم مرة صار ضرب الصاص بالحارة وانت ما بتعرف مين اللي قواص؟ لك ما شفت بعيونك الدرك عم بيلحقوا المسلحين وانت اللي خفيت هون وسترت عليهم؟ أنا سيدي؟ خلصنا عم زكي خلصنا. أنا ما عاد فيني استر عليك أكثر من هيك، هذا غير إنه متهميني إلي بالسرايا إني عم غطي عليك. بس عفوا سيدي الله يخليك. خدش معه على السلم، بركي بيوقع على حاله وبيفتح عيونه بالليل. شرف أبو زكي. سيدي طول بالك الله يسر عرضك إن شاء الله. والله يا سيدي عنا عيال. فوزي! لك طول بالك يا سيدي. امشي قدامي. الله ما يحرمني إياك يا ابن عمي، والله حسيت الدنيا بدونك ما بتنعاش. الله يرضى عليك يا فخرية ويكملها معنا بالستر. بإذن الله ما عاد لك رجع لعندهم ابن عمي. الله يسمع منك يا فخرية، لأنه اللي شفته بالسرايا ما بتمناه لعدوي. شو شفت ابن عمي؟ شفت الظلم يلي الله ما بيرضاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما عرفت شو بده مني أبو مرعيب؟ مشان فوتتنا على الحارة. ايه مو مشكلة، اللي بكرة بمرق لعنده. وانت كمان بدي اياك تساعد لي شغلة صغيرة بيأمرك عاصم بيه. شو هي؟ ايه مو هلا، مو هلا، بعدين بقلك عليها. وجا يلا السلام عليكم. عينك حلي. الله يديم العز يا ابن الاكارم. شو لقيتي لابسه ملايتك؟ لوين رايحه؟ بدي روح لعند خالتي ام زيدو. وليش بقى؟ بدي روح اطمن عليها. ايه مو بكير على روحها لعندها ولا نرجس؟ لا مو بكير. وبركي كان زيدو هنيك؟ ايه معلشي اطمن عليه هو كمان. طيب ماشي روحي، بس ما تطولي، عم استناكي، ما رح اكسر السفره غير لترجعي. ماشي بخاطرك، الله معك. لك شو بكي؟ شو وجعي؟ تعالي لشوف. تعالي ايدك يا بي. خلص محتم يتجوز علي يا بي. لك ما رح خليه يتجوز عليكي لو بدي عدم حياته. لا يا بي الله يوفقك، لا تموته، الله يوفقك. انا ما بدي موته، بس بدي اعمل له هيك فركه اذن ناعمه
لحتى يعرف انه بنت عاصم بيك ما بتنزل عليها ضرة. لا تخافي ياما، لا تخافي، ما راح يتجوز عليكي ان شاء الله. بعدين ابن عمي صار لازم ترصه بقى. لك شو كنا عم نغني بالطاحون، راح اعمل له رصة. كان بده يقلعك من الحارة وياخذ الخان منك. اي نعم يا زعيم، وانا كرمالك ما حكيت ولا كلمة ولا رديت عليه. الا شو؟ قلعته من الخان لانه جابه معدلك بالعاطل ونسي انك اخوه من لحمه ودمه. ما قصرت يعني؟ مالي غلطان زعيم؟ يلي بده ياخد مالي وانا عايش بده اياها، حتى لو كان اخي من لحمي ودمي. وفي شغلة تانية بدي اقلك عليها، انا تأكدت منها. شو هي؟ تحسين ابن العاصم. خلينا نعمل حالنا ما نعرفانين شي لحتى نلقطن بالجرم المشهود، وساعتها رح يكون الحساب عسير. اللي بدك يا زعيم، اللي بدك يا. وشوف لي وين راح عبود، لأنه ضروري يرجع على الحارة. ليه زعيم؟ مشان رجع أبو كاسر وأبو دعاس على القلعة. ايه بيصير. هلا قوم على شغلك وعملي اللي قلت لك عليه. يا وينك؟ قل العادل يروح لعند عاصم ويخبره مشان يجي لعندي المسا هو وابنه. أمرك. مرحبا عمي عوام. دق علينا زينو. وجيب طاهر ومرول عنده مني على الخان. إلى عيونك. شو فيها؟ موعد نزلت نفسه وما تغير شيء من اللي قلت لك عليه. على شو يا مو؟ يو على كتب كتابك. شو نسيتي إنه بكرة الخميس؟ الله يخلي لي ياكي مرت عمي. يلا تقبرين، يلا روحي وديري بالك على حالك يا عروس. بخاطرك. الله معك، الله معك. يلا بخاطرك. الله معك. رح شوفك عريس يا موزيك. رح يشوفك عريس. شوفك عريس، راح اشوفك عريس. هلا مشان فوتت اب مرعب على الحاره، سرايا بتكون جاهزه بعد بكره. بعرف. انت بمعيتك عاصم بيك، قل له انه يجهز حاله لانه هي فرصه ما بتدوم. معلومك سرايا ما محل لعب منوب. ماشي ماشي ماشي. وانا من رايي انك يوم المشكله تضل بقلب بيتك، لانه الفوته فيها رح بتكون مكركبه كثير. لك ما انا هذا اللي بدي اياه يا ابو جوهر، هذا اللي بدي اياه. مشان ابزكي لا تحكي الهم، ليكو عندي ملحوش هون بالكركون. انت فيك تصول تجول وتاخذ راحتك بالحاره على كيفك. مشي الحال. يلا بخاطرك. ميسره، الله معك عاصم بيك. انا بدي اياك تبعت لزيدو التهديد وتفهمه انك فايتين انت ورجالك عليه. ليش ما بنفوت عليهم على قفلة بنعمل عمدتنا؟ لا ما بينفع بمرعب، ما بينفع. ليش بقى عاصم بي؟ لا ما حيصير الشيء اللي بدنا اياه. يا والله ما فهمت عليك. انا بدي يستعدوا لكم اكبر استعداد، يعني طالعوا كل السلاح اللي عندهم مشان يقاتلوكم فيه. شو عاصم بي؟ ناوي تخلص مني يعني؟ بالعكس، انا بدي احميك منه، لان اذا غافلتهم ما رح يطالعوا السلاح اللي عندهم، بعدين بيطالعوه وبيهجموا عليكم وبيروحوكم فيه. ايوه. وهيك ما رح تستفاد شي من ابو جوهر. يعني ما رح لا يبعث لكم سلاح ولا رجال من السرايا، مفهومه هي؟ لا مفهومه، فهمتها. يعني بتبعث لهم تهديد قوي، ومو بس هيك، بتحدد لهم ايمتى رح تهجموا عليهم. لعيونك عاصم بيك، ايمتى بدنا نفوت فوتنا؟ وطي لي حسك، وطي بعد بكره. ماشي. بس هذا المسدس عسكري لك فوزي. إيه لأنه عسكري أبو جوهر بعت لك يا. بس عيري. ها عيري؟ إيه عيري.
من شان لي ما شافه معك ما يقدر يسرقنا. يعني ما عليه مسؤولية فوزي؟ لا تاكل هم ابراهيم، لا تاكل هم. انت بس قل لهم ابو جوهر هو اللي اعطاني اياه. هيك قول. شو بلا ابو مرعيب؟ قولوا لا تخاف. انت صرت واحد بزلم السرايا. ايه لك انا واحد من زلم السرايا ومن زلم ابو جوهر كمان. ومثل ما قلت لك ابو مرعيب، حط لحالك انت ورجالك على الفوته. حاضرين. لك شلون هيك بتحكي معه؟ شلون هيك بتحكي معه؟ يا ابي انا ما عاد اقدر اتحمل، انا بدي ولد. لك ما اختلفنا انا معك يا ابني انه بدك ولد، بس مو تخانقوا العسل بهيك. يا ابي والله ما خانقته، والله ما خانقته، بس هو هددني. بس ما يكون زعل منك. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روح خلي كرم يساوي نفس ارجيلي. روح امرك يا ابي. ومشان هيك قلب لي خلقتك. انت ما وفيت بوعدك عاصم بيك، ما وفيت. كذا مرة قلت لك وانت بطنشني. وانا شو بيطلع بايدي يا ابي؟ البنت بدها زيدو وحضرتك مالك مهتم فيه. شلون يعني ماني مهتم؟ شلون؟ يعني لو قتلته كنت تجوزته غصبا عن اهل الحارة كله. انت اللي ما بدك يعني قتله، انت. حطي صوتك ولا شو صار لك؟ انت مالك تمام معي معلم، مالك تمام. بشو ماني تمام بري يا فندي؟ انت بدك شغلتك وبس، اما انا لا. هدي هدي وحياة، هدول مزروعين بوشك ماني قدران جوزك يا شو، ما عاود تصدقني؟ لكن اتركني اشتغل على كيفي، اتركني. ايه لا، مو على كيفك بري يا فندي، مو على كيفك. شلون يعني؟ اذا بدك تريح بالك تتجوز نرجس، اول شي لازم تخلص من ختيار امه. ليش امه؟ ليش امه بالاول؟ ما عم بفهم. لك لانه راح يحزن عليها يا اجدب، وراح ياجل عرسه كام شهر، وساعتها انت بتخبطه رصاصه، ونرجس ما بيصفي لها حدا غيرك. فهمت علي؟ مثل ما عم قلك، وراح ابني زيد وعزم كل رجال الحاره، وانا اجيت لعندي. ايه نويتي تجوزي وفي أخانه؟ والله إذا ما في عندك مانع. أنا شو دخلني؟ مو زيد ابنك. إيه روحي، روحي جيبي مصاري. مصاري شو؟ قلتلك بدي أعمل له جمعة رجال تحكي فيها الحارة كلها. إيه وضروري تكون على حسابي يا بعدي. شوفي فخرية، أنا مالي عم بشحد منك. ها لا يطلع خلقك علي، لا يطلع خلقك علي. رح أعطيكي قديش بدك؟ بدي 7 ذهبات. هيك ها؟ 7 ذهبات؟ ما سمعتي؟ قلنا لك 7 كتار؟ لا مو كتار، ما بيكتر عليك شي وفيقة. يلا روحي تحركي. قولي على قلبي يا ابني، قولي على قلبي يا زيدو، هذا كله ملكك، كله ملكك. الله يسامحك. وشي اسود منك عاصم بيك؟ لك لا، بس انا زعلان عليه لانه ما جاب اولاد من بنتي. بس مو يكون الحق عليه ويقلبوا عليها. حبيدك والله، حبيدك عاصم بيك. سيدي مالنا فيها، بتفهموا اذا بده يعملها ساعتها رح ازعل منك ومنه. ها وما رح اخذ بنتك لابني. خوش انت بتعرف لو ما بدي جوزه ما كنت قلت لك طلقها من طاهر، مزبوط؟ لما لا امرك عاصم بيك، ما بيصير الا اللي بدك ان شاء الله. ان شاء الله. حاره ويا رجال الحاره، اسمعوني شو بدي احكي منيح. ابو مرعب مانو غدار، بكره فايتين عليكم وفوتت يا قاتل يا مقتول. والقتل برصاص، لا تقولوا ابدا انه اخذناكم غدر، هاي صار عنكم علم. والحاضر يعلم الغايب. ايه زعيم قلي شو بدنا نسوي؟ شو بتشوروا علينا يا رجال؟ أنا بقول يا زعيم خلينا نروح لعند أبو جوهر ونقول له شو ناوي أبو مرعب يساوي بحارتنا. كلامك مزبوط يا أبو فايز. شو أبو طاهر؟ أنا بقول لازم ناخذ احتياطاتنا قبل ما نحكي مع أبو جوهر. ليش؟ شن الكركوب ما عنده قوة كافية ليدافع عن حارتنا، ومثل ما سمعت أبو مرعب فايت علينا برصاص وما بنعرف كم واحد فايتين معه ليقاتلونا. أبو فايز
روح خبر ابو جوهر. مشي زعيم مشي صار. ورجع خبرنا بسرعه شو بصير معك ها فايز. ايه نحن شو عنا سلاح؟ يعني شغلك كم فرد؟ ابو وريد يا ريت يا عمي ابو طاهر يا ريت. ولا باروده؟ ولا باروده شو نخبي عليك يعني؟ ما عنا ولا باروده. وقال بده يقتل كل واحد بيوقف بوشه بالرصاص. لعم من وين طلع لنا هذا ابو مرعب كمان؟ ما بكفي اللي عمله بالحاره يوم اللي انقتل جوزي؟ الله لا يوفقه. شو رح يعمل زيدو؟ اكيد ما رح يسكت له، رح ياخذ السلاح اللي عنا ويقاتلهم فيه. مثل ما عم حاكيك ابو فايز، بس انا بده يفوت ابو مرعب تعطوني خبر. لك شو هالحكي يا ابو جوهر؟ يعني ما رح تبعت عساكرك لتحمينا منه؟ لك اخي انا بدي احميكم منه، بس ما بدي اترمي الاول امتى بده يفوت على الحاره؟ شو بدنا ابو فايز؟ ايه ونحن شو درانا امتى هو فايت علينا؟ وانا شو فيني اخدمكم اذا ما شفته وما عرفت امتى فات على الحاره وانتم ما خبرتوني؟ ماشي يا ابو جوهر، اول ما بيفوت ابو مرعب على الحاره عن حالك بعت لك خبر. هذا اللي عم نحكيه ابو فايز. يلا السلام عليكم. يا سلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فوزي بس ان اجاكم خبر فوتت ابو مرعب على الحاره بتنام لك شي ساعه بعدين تاخذ كم عنصر من الكركون وبتروح لهنيك، لا تاخذ عناصر الكركون كلياتهم. فهمت عليك سيدي فهمت عليك. يلا تيسر روح. احترامي. لك ما تروح. لا باذن الله العرس ما راح يطول، يعني حركه 20 يوم. 20 يوم كثير لك زيدو. والله هيك الوالده بدها يا زعيم. ايه اذا الوالده هيك بدها ما عاد لنا حكي. ان شاء الله بالستر والبركه. الله يخلي لي اياك يا شيخي. ايه زعيم، وهلا شو راح تساووا مع فوتة ابو مرعيب؟ ما راح نساوي شيء، كل واحد يلزم بيته. ما بدنا نخانق حدا ولا حدا يخانقنا. يعني يفوت علينا وما حدا يوقف بوشه زعيم؟ ايه بس هذا اسمه ذل يا زعيم. شبابنا غالين علينا، ما بدنا يروح حدا منا مشان واحد فايت يفش خلقه من قتلة هذيك المرة. بس هيك الحارات رح يفتحوا تمن علينا زعيم. احسن ما نفتح قبور لشبابنا وشبابهم يا ابو صبحي. يعني نحن جبنا زعيم؟ ايه جبنا لما منقاتل واحد منا وفينا. ونكبر زعيم؟ إذا لقيناها كبرت معه رح نطلع له، وساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كلامي زعيم. اسمعوا يا رجال، بكرة الحارة كلها مسكرة دكاكينها حتى صلاة الجمعة الله بيسامحنا فيها، لأنه بيعرف شو قصتنا. شو يعني؟ يعني كل واحد يصلي ببيته. بارك الله فيك زعيم. يسلم ابو نور، سلم على الوالد وقول له احنا جاهزين. شو ما بدهم احنا جاهزين. يعطيك العافيه عقيد. مع السلامه يا عمي. مع السلامه. الله معك. ايه فراري انت بتضلك معي وين ما بروح وين ما بجي، خلي عينك معي. شو عم تحكي انت؟ اقرب من ظلك الى انا. بس المهم هذا اللي اسمه زيدو تترك لي اياه، انا قتله. لا زيدو بتترك لي اياه، انا لي تار معه وانا بدي اخذه بايدي. مثل ما بدك. وينك؟ يلا قوم خلي الرجال يجهزوا حالهم ويحملوا سلاحهم من هلا، خليهم جاهزين على الندهة. مثل ما بدك. اسمع لقلك، خليهم يخبروا نسوانهم ويودعوهم لانه احنا رايحين مستقتلين، يا قاتل يا مقتول هالمرة. منصورين باذن الله. يلا. لكان هيك زيدو والزعيم فرحانين ونحن بكره فايت علينا البلا الاعظم على الحارة. وانا ما رحت مشان هيك. لك بس بدي افهم شو اللي صاير لعائلاته للزعيم؟ شو اللي صاير؟ والله انا ما حبيت اتدخل ولا احكي. بعدين بيني وبينك انا ما عاد اطلع من البيت بنو بنو. اخي فوتو هداك اليوم على الحاره كانت اقوى بكثير من فوتو هديك الخطره. وانا اسران للعين ما حاطلع. بتعمل عين العقل، لا تطلع بنوب. واذا بتقدر قل له لابنك كمان ما يطلع. هدي حالك يا ابني هدي حالك، العمر لك. لا 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 شو بدنا لك زيدو؟ مو هيك رجال بتزعل. وحياة عينك الا نعرف القاتل ولا يهمك. باذن الله. وانت انت زعيم عواض بري زعيم. عامل اللازم وجهز بيتي لعزا الرجال. بامرك. تعال عزيز تفضل. ان شاء الله. ابو زكي ما شفت حدا هيك ولا هيك فات على الحاره وعملها؟ يا سيدي
الله وكيلك ما شفت حدا فات على الحارة. لكن منين بدك تشوفه؟ إذا شغلتك تقعد بالمحرس تعمل شاي وتقفلها بتعسيلة. لك يا سيدي شو تعسيلة ما تعسيلة؟ يشهد الله واقف على صبر جري وفات عيونه طول الليل هيك. ها روح على شغلك. روح. شو هالقصة اللي صايرة سيدي؟ جهز لي دورية بسرعة. لا لا تروح هلا سيدي. لبعد ما يدفنوها ما رح تقدر تحقق بشي. ماشي. بس والله غريبة قتلتها يا فوزي. شو الغريب بالموضوع سيدي؟ شو لك بري؟ رضيت لعاصم بيك؟ أحسن ما تقتلها، روح اقتله لزيدو اللي أخذ لك إياها. خلاص أبو كاسير. إيه والله عم يحكي درا. خلاص أنت التاني، خلاص. أيوة، خلصنا. أبدعاس. أمور. خلينا نروح على الأجر، امشي. كل عمرك صاحب واجب، وبتعرف بالأصول، وبتعرف شو تعمل كمان. شري. تفضل. ومين له مصلحة يعملها ابن عمي؟ حرامي فات على البيت، شو بده يعمل يعني؟ الحرامي ما بيعملها. حرامي بيعمل أكثر من هيك لما بينزني. اللي قتل عزه، أنا خايفين من هنا. بدهم يرجعوا على القلعة. بدهم يرجعوا على القلعة وأنا موجود. خليهم يروحوا من الحارة ابن عمي، الله يوفقك لهم. لك هلا شو جابهم على بالي؟ خلاص. عم بستنى بس ليرجع عبود على الحارة. ما رحت على الدفن ابن عمي؟ ما بدك تروح تاخذ بالخاطر؟ بلا بدي روح. الموت ما في شماتة. الله يرحمها ويحسن إليها. رجعت ابن عمي؟ شو ليش رجعت؟ قلتيلي روح لبيت المخلوقة خذ بالخاطر لأن الموت ما في شماتي. رحنا لبيت المخلوقة، مو فاتحين أخدان خاطر. ياه، لكن شو؟ ما بيصير بلا أخدان خاطر؟ لا 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 ما بيصير بنوم، مو تاري الزعيم فاتح له بيته لأخدان الخاطر، هذا زيدو. ياه، فاتح له بيته؟ لكن لحتى تصدي، هذا مثل ابنه حبيب قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما وأسيرا. شي بيخلي الواحد يكره الدنيا كلها. مشان شو قتلها؟ مشان شوية مصاري؟ على كل في الله رح يحاسب كل واحد على عمله.
ستر وغطى لبعض، الله وكيلك للناس تاكل راسنا. شو هالحكي لك ابو دعاس؟ شو هالحكي؟ نحن اتنيناتنا رجلينا بالفلقه، وهذا البري انا حاطه ببالي. لا، الاول عاصي، الاثنين ابو دعاس، الاثنين. ايه شو علي؟ الاثنين. يلا عوام رجع السر مطرح ما كانت. وشو كانت؟ يلا عوام خلاص بزير. ناقزني منهم كلهم. حسبت حساب حدا يسأل علي. بري عليك صاير عم تحسبها منيح. اسمع لك بري، لازم ما تأمن لحدا مهما كان، لا أبو كاسير ولا أبو دعاس. ولازم تعرف كمان أنك أنت واحد أصلي، وأنا ما بتخلى عنك لو مهما صار. فهمان علي؟ الله يديمك معلم. بس يعني عدم المؤاخذة، أنت ليش طلعته من القلعة؟ أك والله ما بعرف، شفتك يعني انت قصرت بخصوص الشغل، يعني تبع انك تشوف السلاح المخبى بالحارة. قلت لحالي لازم يكون في حدا عم يعاونك، ما لقيت قدامي غيرهم. شو اعمل يعني؟ شو اعمل وانت كمان داحش لي راسك براس بنت ابو جابر وما انك شايف حدا قدامك غيرها؟ يعني فتح لي مخك بقى. شو بقى؟ خلاص رح نفتحه. على العموم نحن ماشيين صح، وبالنسبة لأب كاسر وأب دعاس رح يرجعوا القلعة من كل بد. يا اما ابو شكري بده يقتلهم،
وينتقم لابنه عزه منهم. ابو شكري بده يقتله؟ ولك انت ما بتعرفه قدي، هذا بضل ساكت على وجع جرحه لبين ما يلاقي الدواء. بعدين هو لهلا ما انا مصدق انه طلعوا برا يا اخي. ولا كل الحرم علي، مشان هيك عم اقول لك خلي عينك عليهم، وشو ما بتسمع بتجي بتوصل لي على الحارك لحتى نعرف شو بنساوي. صار مسيك. شو هذا معلي؟ هذا خنجر عزو. وشو ساوي فيه؟ تاخذ الخنجر وتحطه قدام دكانة ابو شكري. بس هيك القيامة رح تقوم بين ابو شكري وابو دعاس وابو كاسر. شو هالحكي؟ ولك ما انا بدي اياها تقوم يا اجداب. عم اقول لك فتح لي مخك بقى. ما عجبتني فكرتك ابو دعاس، ما عجبتني. ليش ابو كاسر؟ ما لا زابطة، شنو اذا انكمش البري رح يكرد كل اللي ببطنه علينا وما رح نسلم منه بنوب، ما رح نسلم. ايه وانت شو الله مرجي؟ الله مرجيني انه ناخد هالذهبات ونشمع الخيط من الحارة. شنو عاصم بيك ما له امان بنوب؟ ما له امان؟ ايه والله ما له امان، وملحو على ديله كمان. رح اعمل اللي قلت لي عليه، بس بالاول في موال براسي بدي غني. ما قلت لي زيدو شو انسرق من بيتك؟ كم ليرة ذهب يا زعيم خبيتهم كانت الوالدة لوقت العازة. شو كمان؟ عيقة مربوطة بسلسلة ذهب وفيها كف ما شاء الله. شو شكل العيقة؟ قد الليرة الإنجليزي، وبآخرتها هيك فيها فيروزة مزرفة بالذهب تشبه العين. الوالدة أعطتني إياها بيوم كتب الكتاب وقالت لي حط له إياها لابنك على قشته وفرجيها لكل رجال الحارة. زعيم بإذن الله عرفتوا مين اللي قتله، وبإذن الله رح أفرجيك يا مقتول الدمع. شي زعيم؟ لا لا ما في شي. يلا بالاسم. سمعتي؟ عقيتي وينها؟ قلت لك اندفنت معا. لا عقيتي عند ام زيدو. شو؟ ليش العقيقة ضلت عندك؟ وليش ما بدك ام زيدو ترجع عالحارة؟ وليش عطيتيها ذهب كتير من تمساكيت؟ وليش بدك ياني بعد زيدو عني؟ وليش قلتي لي انها اندفنت مع مرتي حفيظة اللي ضل الولد ببطنها؟ وليش ما قلتي لي عليها كل هالسنين وضليتي ساكتة؟ جاوبي وليه؟ ماتت. شلون ماتت حفيظة؟ ماتت.
وابني وينه؟ سامحني سامحني. على ايش؟ حفيظة حفيظة ماتت ماتت. شو؟ احكي احكي كل شيء. يوم صار وقت ولادتك انت بعتني مشان سعادة وجيب الولد مشان ربيه انا مثل ما اتفقت انا وياك. بس اللي انت ما بتعرفه انه مزيد هي اللي ولدت مزيد هي اللي ولدت. أنا ما بعرف قلبي قال لي حبه لزيده. والله والله قلبي قال لي إنه هذا أبني. لك لك ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ ما بحب الدرة ما بحبها وخفت إذا جابت لك الولد تطلقني. ما بتحبي الدرة؟ تقتلي نفس انت واخوك يا ظالمة. ما بحبها ولا حبيت الحفيظة. انا رايح شوف ابني بس راجع لك راجع لك. لازم يتيسر زيدو. بس واصلك زيدو.